ده يا جماعة طبعا القلب بتاع الكالون. يعني لما الكالون المفتاح مثلا نسينا المفتاح، ولا ان حاجة خربت في الكالون، طبعا مش بنغير الكالون، بنغير القلب فقط اللي هو ده. زي ما انتوا شايفين كده ده بيتباع كده لحاله، يعني ده مش غالي. شفت اللي هو الرفاص ده الاسود ده هو كل حاجة، هو ده اللي بيشيل الكالون ويرتخر الكالون، هو ده كل حاجة في الدنيا كلها. الرفاص ده شوفوا مفتاح يجيبه شمال ويجيبه يمين، سبحان الله. الحاجة بسيطة جدا ولكن ممكن تطلع عينك. يعني طبعا ده بيجي معاه مسمار طويل كده، ده بيركب في الكالون والمسمار بيتربط، ومسمار مبين هناك اهو. طبعا البصور بصور بيد واحدة، ف عشان كده مش قادر يعني يتحكم في القلب. على فكرة القلب ده مش اصلي، ده رخيص جدا، مش من النوع الاصلي، هو مبين عليه اصلا.